الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في الله، أتمنى أن يكون الجميع بخير. وضعوا درسنا اليوم هو كيفية زيادة نسبة المشاهدات على قنواتكم في اليوتيوب، ولكني لا أستطيع أن أعدكم بمبلغ، مثلا كأن أقول لك ستحصل على $100 شهريا أو $100 يوميا أو ما شابه ذلك، لأن ذلك بمشيئة الله. تابعوا مع الطريقة. أولا ندخل إلى جوجل، هكذا، ثم نكتب جوجل تريندس، هذه التي موجودة في أول القائمة. ندخل إلى هذا جوجل تريندس، انتظر إلى أن تكتمل الصفحة. ونزل الأسئلة. هذه المواضيع التي لقيت نسبة مشاهدة كبيرة هذه الأيام. انظر مثلا هنا، هذا الموضوع يصعد. المهم غايتنا أن نبحث على موضوع يصعد، أي أنه حدث اليوم. لكم حرية اختيار كل شخص يختار. نذهب إلى هذا الموضوع مثلا. هذا الموضوع يعطيك المدونات أو الصفحات التي كتبت عن هذا الموضوع. مثلا انظر إلى الصفحات التي كتبت عن ذلك، وهو عبارة عن حادثة على ما أظن حريق في كندا. مثلا نضغط على المقالة الأولى والمقالة الثانية، وننتظر إلى أن تكتمل الصفحة. لدينا الفيديو هنا، سنحاول تنزيله. حاول تنزيله. ماذا سنفعل بعدها؟ أولا نصعد إلى أعلى هذه المقالة، نأخذ العنوان، ونذهب إلى صفحة جديدة على الورد، لكن مع الإنسان إلا أن يكون ذكي. مثلا هنا مكتوب أن صوتي بكندا بميدا فضاء قياس لطبيع شمس أن يكون في بريطانيا فيديو. هنا على العموم لا يوجد شيء يستحق الشكوك
في بعض الأحيان أحبابي في الله تجد العنوان مزود بكلمات دخيلة، يجب عليك دائما قراءة العنوان. مثلا هكذا أنا وضعت العنوان، ثم نذهب إلى نفس الصفحة نضغط على Shift، ثم نضغط على Shift F، ثم نكتب كي و الثانية ونضغط على سيترل U، ننتظر إلى غاية أن تتحمل الصفحة، تعزيز المعلومات لدينا. هذه الصفحة تحملت، نذهب إلى سيترل F ونكتب كي كيورد. لاحظوا أحبابي في الله، هذه هي الكلمات المفتاحية. ننسخ هذا ما كتب هنا، مثلا ننسخ هذا، نأخذه إلى الورد هكذا. هنا لدينا عنوان الفيديو وهنا الكلمات المفتاحية. ثم نذهب أحبابي في الله إلى الفيديو وقناة اليوتيوب، نذهب إلى رابط تحميل الفيديو جديد، نحمل الفيديو. مثلا هذا على سبيل المثال، لأن الأول لم يتحمل وقيد التحميل. ثم ماذا نفعل؟ نكتب هنا في مكان العنوان، نكتب العنوان الآخر الذي قمنا بنسخه هكذا. أخوتي في الله، ننسخ هذا، ثم نذهب إلى علامات مثل ألبرت أينشتاين أو ما شابه، وننسخ الكلمات المفتاحية التي قمنا بنسخها وسبقا، ننسخها هكذا. ثم ننتظر إلى أن يكتمل الفيديو ونضغط على زر الوصل. هنا
تنتهي حلقتنا أحبابي في الله، الرجاء الضغط على زر المتابعة ومشاركة الفيديو. أتمنى أن تعجبكم الفيديو. استودعكم الله. الحمد لله رب العالمين.